أهلا وسهلا بكم من جديد. تسليطا للضوء على واقع المرأة الفلسطينية والعربية، افتتحت جمعية الفتيات المبدعات في مدينة نابلس معرضا للفن التشكيلي بعنوان الخلفية السوداء، حيث يعبر المعرض عن كثير من قضايا المرأة من منظور فني وتعبيري، وتعكس اللوحات كل ما يتعلق بالمرأة ومحاربة العنف بكل أشكاله. إلى التفاصيل. بلون أسود يطغى على كل جزئية في هذا المكان، وملامح رمزية لأنثى أخفت تعابير وجهها قيود اجتماعية، وشبكة عنكبوت عبرت بطريقة الفن التشكيلي عن عزلة المرأة العربية في المجتمعات بشكل عام. الخلفية السوداء معرض صور رسمها الفنان الشاب باسل صوالحة من مدينة نابلس، عبر من خلال 18 لوحة بدأ برسمها منذ سنوات عن الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية والعربية على حد سواء، إضافة لجانب تفاعلي أمكن الزوار من إزالة قيود عن إحدى السيدات في صورة عرضت في زاوية المعرض. معرض الخلفية السوداء هو بحاكي واقع الأنثى بالمجتمع الشاكي وشو مواجهتها الأنثى من عقبات وصعوبات بهذا المجتمع. معرض تضمن 18 لوحة. طبعا فكرة المعرض انطلقت بال 2013، فكرة بلاك باك جراوند الخلفية السوداء انطلقت بال 2015، تضمن هذا اللوحة 18 لوحة، تم عمل هاي اللوحات لحد هذه اللحظة. زي ما انتم مشاهدين عندنا آخر لوحة بنشاهد فيها هي بشارك فيها موجودين، هي إزاي خيوط العنكبوت عن وجه الأنثى. معرض الخلفية السوداء جاء بتنظيم من جمعية الفتيات المبدعات في مدينة نابلس. هذه الجمعية تهدف من خلال مشاريعها المستمرة لتسليط الضوء على قضايا المرأة بالإضافة للتركيز على الجانب الريادي وإيجاد مشاريع خاصة بهن. قضية المرأة هي القضية الرئيسية والمحورية، المرأة هي البناءة، هي المعطاءة، يجب دائما أن تكون المرأة يعني هي المحور الأساسي في أي عمل، كان فني ولا كان حتى عمل سياسي أو عمل مثلا اجتماعي أو اقتصادي. فالمرأة طموحة جدا، المرأة عندها قدرات، المرأة تستطيع أن تكون، تستطيع أن تصل، ولكن انه يعني احيانا في كثير ظروف ممكن تعرق لهي المسيره ليلى. احنا بنحاول النهوض بقضيه المراه، بنحاول تسليط الضوء على جميع الظروف والمعاناه اللي بتعانيها المراه الفلسطينيه او العربيه بشكل عام، من خلال معارضنا، من خلال ملتقياتنا الثقافيه، من خلال محاضرات، من خلال ندوات، المهرجانات، الفنون الشعبيه بشتى الوسائل. انشطه ثقافيه وفنيه تعبر عن صحوه اجتماعيه تجاه قضايا المراه ودرجه الوعي التي باتت تزداد يوما بعد يوم. فبالرغم من السواد في الخلفية هنا، إلا أن المشهد ربما يتجه نحو واقع اجتماعي مزدهر للمرأة العربية. من مدينة نابلس المحتلة، محمد حسين.